سلاح صار بيد أي شخص، وإحنا نطالب بهذا المجرم بأقصى العقوبة من الدولة. السلاح المنفلت في يد جهلاء القوم والمجرمين كلف العراقي الكثير، حيث أزهقت أرواح الأبرياء دون سبب، وقد كانت لكربلاء حصة الأسد من نسب الجرائم الجنائية خلال الأشهر الماضية. عند شقق مأجرها منطقة الروضتين، مطالب بالإيجار أو بالضبط ما أدري، يعني باقي فلوس أو مثل طالب زيادة، بالضبط ما أعرف التفاصيل. أنا مطالب بيه، قال له تعال عد بالدعش أنطيك المبلغ هذاك أبو الإيجار. قال له بالدعش ما أقدر أجيك بالليل. قال له ثاني يوم أجيك. الله يرحمه، إجا ثاني يوم، قال المرحوم، قال له جبت الفلوس؟ قال له إيه جايبها. قال له تعال هناك بذاك الشارع، أنا بعطيك الفلوس. شارع شي ضيق بستان يعني، بس ما صاير يعني بيناتهم ظاهر حكي، يعني منطي الفلوس ومكملها. أثناء ما منطي الفلوس راكب دراجته دي يروح، من ركب دراجته ضربوه طلقة منه من رقبته، من ورا من الخلف طلعت منه، أنا مات من المكان. إنسان بسيط، لا عنده شغلات، لا عنده، خايف الله. شرطة المحافظة اكتفت ببيان انكشفت من خلاله سرعة اعتقال منفذ الجريمة، مبينة أن خلافات مالية تقف في مقدمة أسباب الحادث. والله اللي حصل بهذا الموضوع هو نتيجة انفلات أمني، يعني كل واحد عنده مسدس يهدد العالم ويقتلهم على مود 1000 دينار وعلى مود 5000، وهواي سمعنا حوادث على مود ربع دينار صار الكتل. فالمفروض انه هاي الجرائم يعاقب عليها القانون بشده، يعني ما يصير بها اي تهاون، لانه اي واحد معرض، انا اليوم معرض وهذا معرض والاخ معرض، كلها معرضه للقتل. فالمفروض الجاني يحاسب واللي ناطيه سلاح يحاسب، كلها يعني كلها لازم تحاسب. اولاد عنده وبنات عنده وجد، يعني رجال كبير، حجي ابن رسول الله سيد ومن كلها انسان طيب، يعني على شنو؟ جيوش من النساء الارامل والاطفال اليتامى والامهات الثكالى من مخرجات ومنجزات السلاح المنفلت والذي غصت به أغلب المدن العراقية، وسط صمت وعزل من الجهات الأمنية ذات العلاقة عن حصره بيد الدولة على مر الحكومات المتعاقبة. من كربلاء، حسن هادي، دجلة الفضائية.